تعدد عند الجاهلية لا حد له. يعني الواحد يتجوز إن شاء الله يكون 20. فلما جاء الإسلام أراد أن يحدد العدد، ماذا يقول في رجل عنده أكثر من العدد المحدد اللي هو 4؟ نزل الحزم وقال أمسك 4 وفارق سائرهم. هذا 4. طب والرسول ليه قعدوا عنده 9؟ اهي دي اللي ماسكين. قالنا مين؟ المستشرقين. نقول لهم أنتم أغبياء، ومن يلف لفكم من المسلمين غبي مثلكم. شوفوا الاستثناء اللي جه لرسول الله وعنده 9 صحيح، جمع 9. إنما لازم تفهموا أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني إن ماتت واحدة ما تقدرش تجيب واحدة ثانية مطرحها، إن ماتوا كلهم ما تجيبش حد. الله. طب تعالى بقى، طب غيره من أمته يتجوز 4 ونطلق واحدة يجيب واحدة، مش كده ولا لا؟ ويطلق 4 ويجيب 4 و4 الله. يبقى ايه؟ يبقى رسول الله ضيق عليه ام وسع عليه؟ وهم يقولوا لا ده 9 يا ابن الايه. خد بالك لازم تفرق في اللغه بين الاستثناء في العدد وبين الاستثناء في المعدود. رسول الله استثني عن امته في عدد، عدد 9 يعني له 9، ولا في معدود هم 9 ده لهم بس؟ ده لهم بس. يبقى ده استثناء في العدد ام في المعدود؟ لو كان استثناء في العدد كنت تقول الكلام ده صح، انما ده استثناء في مين؟ ده حيث لو انتهى المعدود لا يحل له. يبقى رسول الله ضيق عليه، ما تظلمه. خلاص كده على الاول. وايضا حين يمسك الرجل 4 ويفارق سائر الزائد، يعني الزائد ده يروح فين؟ يتجوز. كان عنده 5 ولا 6 وطلق 2 وابقى الاثنين يروحوا حد يتجوزهم ثاني، مش كده؟ حد حرمه؟ لا يتجوز. طب اذا رسول الله امسك 4 وساب 5، اين تذهب 5؟ ما دام امهات ولا يحل لاحد ان يتزوجها، يبقى من الخير ان تبقى مع رسول الله ولا لا؟ تبقى مع رسول الله.